تفضل نجدد لكم التحية مرة أخرى في أمسية هذه الليلة هنا بهذه الانطلاقات الرائعة بانطلاقاتنا المستمرة شوطنا 23 الذي انطلق الخاص بالحجايق القعدان ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين هنا ضية هذا الميدان التي نتابعها بالتحدي نتابعها بالإثارة نسير معكم مشاهدين الكرام إلى صدارة هذا الشوط وصدارة التحدي والباحثين عن الفوز وعن الناموس نتابع الشامخ هنا على الصدارة أو هنا المنطلق سكر لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوى لقتبي من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مندفعا بالمقدمة بينما المركز الثاني ثاني مراكزنا والمنطلق بهذه التحدي الجميل هنا ويأتينا بانطلاقة هنا نشمي عبد الله بن الطير بن سهيل العامري ومن الجانب الآخر يأتينا هنا تليد محمد بن سالمين بن مبارك العامري وشديد المحسن بن حمد بن محسن بن حمد الفلاحي بينما خامس مراكزنا المنطلق غازي عبد الله بن راشد بن معدن لقتبي والوصول على سادس المراكز من الشمامي مبارك بن عزيز بن سودان المحرمي قادم ايضا بهذا الاداء المميز الوصول من موج عبد الله بن عجيل بن محمد والصوب لقتبي ياتينا سابعا وعلى المركز الثامن المنطلق شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يأتينا هنا ثامنا وعلى المركز التاسع القادم غزيلان محمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري وعلى المركز العاشر المنطلق نبه عامر بن حمد بن حويرة بالمنصوري من يأتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصدارة الى سكر المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول مندفعا بصدارة هذا الشوط سكر لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة لقتبي من يقدم على المركز الاول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني غازي لعبد الله بن راشد بن معدن لقتبي من يقدم على المركز الثاني وثالث المراكز تليد هنا القادم تليد لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري ووصل نبه عامر بن حمد بن حوير بن منصوري رابعا وعلى المركز الخامس موج عبد الله بن عجيل بن محمد بصوب لقتبي من ياتينا خامسا وسادس المراكز والمتسلل ان هنا النشمي 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 عبد الله بن الطير بن سهيل العامري من يقدم ابو حمد بهذا الانطلاق غزيلان يأتينا على المركز السابع هنا لمحمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري وعلى المركز الثامن المركز الثامن شعار المجازف باع شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وتاسع المراكز المنطلق هنا النشميمي مبارك بن عزيز بن سودان هنا ايضا المحرمي ووصل على المركز العاشر والى التاسع الى الثامن في هذه اللحظات الشامخة لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي ولكن أرى من الجانب الآخر الصيرمي صيرمي صيرمي المتسلل لفايز بن عبيد بن ملفي المزروعي هذه هي النتيجة هنا للأسماء المنطلقة ولكن نعود بعد الكيلومتر الأخير إلى الصدورة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى سكر سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي المسيطر على زمام الأمور المركز الثاني القادم نبه عامر بن حمد بن حوير بن منصوري وشاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من ياتينا الانطلاق الله وصل وهان الانتاج هنا البارودي البارودي لحمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري ايضا قادم قادم باول اذاعه ما شاء الله ما يبنى له طاري هنا في هذه اللحظات يتسلل الى ثاني المراكز ولكن سكر سكر اهالي الغنى الخوانيق من يسيطرون على زمام الامور وعلى الصداره سكر سكر سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة لقتبي
هنا بهذا الانطلاق سلالة سكر وانتاج محمية الهباب. هنا يأتينا هنا سكر سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لاكتبي سلام للخوانيق سلام على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصول. هنا سكر إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس، بينما المركز الثاني أتانا البارودي هنا لحمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري، وعلى المركز الثالث وصل هنا بالانطلاق والتحدي عالي عابر بخلفان الهام لمن اتانا بهذا الانطلاق، بينما المركز الرابع وزيلان محمد بن سعيد محمد بوضحة المري، وعلى المركز الخامس هناك تليد لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. نعود مع التوقيت الزمني وسكر لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة لاكتبي هنا من اتانا بهذا الانطلاق بتسع دقائق تسع ثواني وجزء واحد من الثانية توقيت زمني. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل، بينما المركز الثاني اتانا بالانطلاق وبتحدي الجميل هنا البارودي من انطلق بالانطلاق والتحدي بثلاث دقائق تعجر ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس الحمدان بن حمد بن عبد الله بطير العامري، بينما ثالث في مراكزنا وصل مشاهدينا الكرام ان هنا بالانطلاق والتحدي النشمي. هنا من اتانا بالانطلاق عبد الله بن الطير بسهيل العامري بثمان ست دقائق 12 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل.